ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تزامنا مع تحدي العشر سنوات، اختار حلواء رابر المثير للجدل السخرية من الفنانة دنيا باطمة يومه الخميس من خلال وضع صورتين لها عبر حسابه بالإنستغرام، الأولى كما أشار تم التقاطها سنة 2009، في حين تم التقاط الثانية سنة 2019. وكتب حلواء إلى جانب صورتي دنيا باطمة عبارة تيتيز كيبقى تيتيز، وذلك بطريقة ساخرة أشار من خلالها إلى التغيير الكبير الحاصل في ملامح باطمة بعد مرور 10 سنوات. وتباينت الآراء بين المتفاعلين مع صور دنيا باطمة، حيث اختار البعض السخرية منها كما فعل حليوة، في حين اختار آخرون الدفاع عنها موضحين بأنها استطاعت تطوير نفسها سواء على المستوى الشخصي أو الفني، وبالتالي من الأفضل تجنب تذكيرها بصورها القديمة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.